هذوما يلزمهم يباتوا تحت الوسادة تحت المخدة، وبإذن الله السميع العليم يترفعوا ليلا يمشيوا للفقراء والمساكين. شيخ طريقة يبيع قصور في الجنة المريديه بمئات الملايين، ملايين الدفعت في شكل تبرعات للفقراء والمحتاجين، لكن يبدو أن وجهتها تحولت. فلوس تتحط تحت المخدة بدعوة أنها تطير في الليل، سهرات دينية منظمة ووراها بارشا ملايين. كيفاش تحول مقام الفيلا مذخمة ياسر؟ شنو اللي خلى المريدين يصدقوا هالشيخ؟ وعلاش دفعوا له فلوسهم؟ تبعوا معنا حكاية قصور الجنة اللي تباعت بالملايين. اسمعني يا فاخر يا ولدي، جاني يوم الرباني فما أرض في لو كانت تشريها تطلع فرفوري الربي. مش تطلع الربي ما عندك حتى ذنب كيما ولدتك أمك. شيخ يا سيد الشيخ، عايشك يا سيد الشيخ، يا سيد الشيخ، يا سيد الشيخ. اسمع يا فاخر، جاني سيدي عبد القادر في المنام وقال لي يلزم فاخر يعطيك 3,500,000 باش تحطهم تحت المخده يمشوا للفقراء يطيروا في السماء للفقراء والمساكين ويزيدك ربي في صحتك. انا نظمتك سيد الشيخ، اللي تطلب تاخذ. الحكايه كيما الخيال في غرابتها، شيخ طريقه جمع ملايين من مريديه بين صفاقس وتونس وغيرهم باساليب مختلفه، تبرعات باسم الفقراء والمحتاجين، وسطات في بنات للعرس بالفلوس، ويسميها هو الفدية. فلوس تتاخذ من عند مريد وتتحط تحت المخدة بدعوى أنها باش تطير في السماء للفقراء والناس اللي يحتاجوا لهم، وطرق أخرى غريبة في جني المال من عند أكثر من شخص. كل زيارة يقولوا لي راهو يلزمك تدفع. دفعت زيارة تاعت لتونس، دفعت 270 دينار اللي هو أعطيتهم الشيخ، رماهم أعطيه ورماهم تحت الجبة. ندفع 1,500,000, 1,700,000, 2,000,000, 200,000 دينار. بخلاف المعطى من عند المريدين هذوما، الشيخ كان يعتمد أسلوب آخر في جني الملايين، وهو الحفلات الخيرية. حفلة من نوع هذا فيها بارشا مسوار بالنسبة للشيخ، ملايين يجنيها من وراء حضور عدد كبير من المريدين في ليلة واحدة. وهذا مثال الحفلة من عشرات الحفلات اللي أقامها في داره في جهة بن عروس. راه الزيارة هذه كأسيرونس، يقول لك كأسيرونس، يقول عليك مش تسوق روحك. كيفاش يا سيدي هذه؟ قال لك كاو يلزمك تدفع على أسيرونس، كي تمشي للشيخ تمدها في يدك للشيخ هيك أسيرونس لك أنت تشدك عام كامل. هو اللي يشرط عليك ويقول لك ويدرس لك ويفيقك ويعلمك، يقول لك راه يلزمك راك تدفع الزيارة، الزيارة الشيخ هو أولى بها، هو اللي يعرف وين يحطها، هو يمشي ثم المساكين وهكا اللي ما عندوش هو اللي يعرف. يمكن تستغربوا من حجم الأموال اللي نجم الشيخ يلمهم في ليلة واحدة من الليالي اللي هكا. أما ماكمش باش تصدقوا قداش نجم يلم من مريد واحد من مريديه، والطرق اللي اعتمدها باش جنى منه هو بالذات بارشا فلوس. صدقني يا فاخر، كان تبعني نبني لك قصر في الجنة. نتبعك يا سيدي الشيخ، نتبعك. قال لي يا فاخر راهو حاجتي ب3,500,000. قلت له علاش؟ قال لي هذوما راهو للفقراء والمساكين، هذوما يلزمهم يباتوا تحت الوسادة تحت المخدة، وبإذن الله السميع العليم يترفعوا ليلا يمشيوا للفقراء والمساكين، يترفعوا للسماء ويمشيوا للفقراء والمساكين. عمل كيما كي مديت 3,500 دينار، بيتهم هو تحت المخدة. الغدوة صباحا تلقيت أنا وياه باش نعملوا قهوة، قال لي اللهم صلي على النبي، قمت الصباح ما لقيتش 3,500,000، مشاو للفقراء والمساكين. فاخر غراب، 62 سنة، رجل أعمال قاطن بمدينة صفاقس، وواحد من أبرز مريدي شيخ الطريقة اللي دفعوا له بسخاء. صهرية في صفاقس هونية يقوم بها الكل، صهرية تكلم 5, 7, 8 ملايين، فاخر يقوم بها من أجز كازات وتيت موش ديما. وبعدين كي يعمل صهريات ما نقومش بالصهرية كاملة، أنا ندفع 1,500,000, 700,000, 2,000,000, 200,000 دينار. يعني باش تفهموا مليح، الشيخ هذا يلم في برشا تبرعات من حفلات خيرية، ويلم في عشرات الملايين من ناس ميسورين، أما زعما
لوين قاعدة تمشي هالفلوس؟ ربما لضعاف الحال من الفقراء والمحتاجين. علان الزيت زيتونة معناتها الخيرات السبعة الكل كانت تمشي له لدارو، هو على أساسه أنه مش يعطيهم للفقراء مش للي هو. ما ريناش حتى مرة أعطاه واحد مزمر. ما ريناش بكل. والله كان رفيع يعطي وكذا. صح، مرة حضرت في سيدي بوزيد شيخ كيف هو. والله قدام الأقفاف خارج الزواولة. مالا لوين ماشية الفلوس؟ سؤال طرحناه خلال تحقيقنا، والإجابة وضحت لنا وقت اللي اكتشفنا أنه جزء كبير من مداخيل الشيخ كانت ماشية للبني. أما أنا نوع من البني. بني شنو بالضبط؟ اسمعني يا فاخر يا ولدي، جاني يوم الرباني فما أرض في لو كانت تشريها تطلع فرفوري الربي. مش تطلع الربي ما عندك حتى ذنب كيما ولدتك أمك. الصور اللي قاعدين تشوفوا فيها هي صور فيلا بدأت على أساس أنها زاوية ووفات دار رخام وثخامات، بيسين سخونة وبيسين باردة، جازون وأسوار عالية، والكلها تقريباً تبنيت بفلوس فاخر. فاخر اللي كان يظن أنه تبرع بفلوسه في سبيل بناء مقام. قال لي يا فاخر راهو جاني أمر رباني، قلت نعم. قال لي راهو مش تبني زاوية أنت ويزمك تبنيها الزاوية هذه، وإذا كانك بنيتها الزاوية هذه أنت راك لك قصر في الجنة أنت ومرتك وصغارك. اليوم يظهر أننا نتحدث على بنية أقرب للفيلا من الزاوية، والصور غنية عن كل تعليق. هذاك قصر عامل فيه بيسين سخونة من داخل، وعامل بيسين باردة من برا، وعامل زوز فيلات غاديكا على الحيوط، ولينا احنا بقاش يدخلوا في اخر الغرام، بقاش عنده الحق باش يدخل غادي يدخل. كان الزاوية اللي زادها زاد خرخوط من التالي عملها زاوية عادية، هذيك هي ولينا ندخلوا لها. فاخر صرف دم قلبه كيما يقول في سبيل انه يبني زاوية باش تبعثوا ربي بلاش ذنوب كيما اوهموا شيخ الطريقة. ودفعاته وصلت لقريب 850 مليون بين إقامة السهرات الدينية والدفع من أجل بناء هالزاوية الفيلا. فلوس الشيخ ما كانتش تمشي في البني بركة، أما زادت تستثمر في استقبال ضيوف مشايخ من العالم العربي. سيدكم على طاري الفلاني. قال لي سيد قيس، انا رايت في المنام كانه سيدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكانه سيدي عبد القادر الجيلاني سالني، قال لي قيس يذهب الى تونس. ولاده اللي امس من الايام جاوا للدنيا، يعني واحد كربه ب 180 مليون، الاخر كربه فهمت ولا تعمل 150. المده هذه نسمعوا من عند فهمتني ولا مرته كربه ما شاء الله بقيمه 250 مليون. ابناء دار في قرقنه بالسكته، وانا عندي شكون علمني بها وكل شيء، يشري في المرشديزات، في البيامات، في الكات فوا كاتر، في الاراضي، في الهنشير. تقريبا الشيخ ولا عايش حياه فارهه بعد ما كدس ملايين من تبرعات المريدين. هو اللي كان في بدايته إنسان بسيط، أما السؤال اللي بقى كيفاش لم هالفلوس، وعلاش ضحاياه كانوا يصدقوا فيه، وعلاش دفعوله بسخاء، شنو اللي كان شددهم ليه؟ بوه راجل طيب ياسر وممتاز جدا. أنا إنسان بوه دوالي أمي، هو كي بوه شيخ وليت اللي يقول لي نصدقه. ثم مريد حب يخرج، هو إنسان هو أغني يحب يبيع له رزقه بعشرين دينار. معناته يا فلان كأنك أنت تفكر تحب تخرج تقول رجوك زوالي وفقير وما عندك حد شيء. والله هذه الطريقة اللي يخرج منه كأنه نكث عن دين الإسلام. معناته قال عليه كان مسلم وكفر. يقول لك إذا قال لك الشيخ أقف ثم يزمك تقف ثم ما تتحركش.
لو كان تقعد تبيت ليتين واربع ليالي. من جملة الآداب متاع المريد للشيخ متاعه هو. بالمعطيات والاتهامات وشبهات التحيل اللي وصلنا لها، قررنا زيارة الشيخ في محل سكنه بعد ما عرفناه وين. هوني احنا في معتمدية تابعة لولاية بن عروس قدام الفيلا متاع الشيخ بعد ما عرفنا مكانها. هذا سور الفيلا كما شفنا في التصاور. وصلنا وهبطنا ندقوا في الباب. المعينة المنزلية هي اللي ردت. مو هذه دار الشيخ ولا ايه؟ بربي كان تعمل زي كانوا هوني يقولوا بالله حشنا بيه، فريق صحبي حشنا بيه. بعد تقريبا الدرجين جينا شكون خبرنا انه مش ممكن الشيخ يقابلنا وانه تو يرجع يتصل بينا. اتصال عمره لا باش يصير. كيف ما نجمناش نتحصلوا على شيخ الطريقة المزعوم، كان لازم أن نشوفوا الناس اللي تعرفوا، وهذا اللي صار باتصالنا بأحد شيوخ الطريقة اللي ينتمي لها الشيخ المزعوم. اتصالنا بات مريبة برشا. كيفاش مريبة؟ ماهيش عندي ولا ساري بصفة غريبة برشا، أنا بالأول ما في باليش بيهم، كنت متحايل عليهم جماعة. حتى كي سبتوا بمين الصوص هذي ويقول لي ما شريبة، قلت ما شريبة، مش اجتماعي بها. ايه؟ كان الوقت صعبت منه الرخصة لا تتقال. ايه؟ ايه ما تهبلكش عنده مشاريع كما هو يقول. لا 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 ما تحيلهاش مع برشا. أوامر ربانية. سيدي فلان زارني في المنام. فلوس طايرة في السماء. مئات الملايين. أكثر من شهادة تجمع على أنها مشيت للشيخ المزعوم.